عندي كيس بهارات سبايسي اللي هو للدجاج الهندي. الكيس ده بيكفي 2 دجاجة، 2 كيلو جرام. انا هستخدم كيلو واحد يعني دجاجة واحدة، فهستخدم كيس واحد مش الاثنين، بس العلبة بتكفي 2 دجاجة. وعندي نص كوباية مية، وعندي زيت 2 معلقة. يبقى انا كده حطيت معاكم كيس بهارات سبايسي للدجاج الهندي مع مية مع زيت، قلبهم كويس قوي كده. بصوا هو ادت اللون المميز الاورنج كده اللي هو بتاع الدجاج الهندي. وفي مطاعم دلوقتي بتعمل الدجاج ده ومشهور ومعروفة، وبنروح ناكله بفلوس كتير قوي، وهو سهل قوي يتعمل في البيت. اقلب بس كده كويس عشان عايزة الخليط ده يدخل في بعض كويس. فاحنا حطينا كيس بهارات سبايسي للدجاج الهندي، وحطيت معاهم زيت، وحطيت مية. حط بقى دلوقتي الفراخ بتاعتي، انا مقطعاها كده 8 عشان عايزة اسويها على البوتاجاز، ما دخلهاش الفرن خالص. انتوا بقى عايزينها تبقى فراخ كاملة، صدور وراك بس، عايزينها تعملوها شيش طابوق، عايزين تعملوها بأي كان تقطيعة الفراخ او حتى في الفرن، وتحطوا مثلا فايل وتحطوا فويل تحت وفويل فوق، وتدخلوها الفرن برضو ممكن جدا، مش هتقول لأ خالص. كل حاجة في الفراخ بالذات بتنفع ان التقطيعات تختلف وتدينا نفس الطعم. اللحوم علشان كل حاجة ليها طريقة تسوية معينة غير الفراخ، بيبقى صعب شوية ان احنا نفضل بنفس المقادير، لازم بنغير شوية حاجات عشان كل تقطيعة ليها طريقة سوى معينة. انا بحس دايما الفراخ اسهل وبتبقى اسرع وما بتاخدش وقت، وينفع كلها على بعضها تتعمل على النار من غير اي فرن ولا اي وقت. اهي الفراخ اهي بتاعتي، تبلتها كده بنص كوباية مية، كيس بهارات سبايسي للدجاج الهندي، ومعلقتين مية. بصوا بقى اللون الجميل. وسخنت بقى الجريل بتاعي، وسخنت كمان الحلة بتاعتي. هحط شوية زبدة صغيرين قوي في الجريل، مش هحط كتير. وعندي الحلة بتاعتي اللي هعمل فيها رز، حط كده بقى شوية زبدة حلوين، وهسيب الزبدة دي عشان احتمال احتاجها تاني في الفراخ. وعندي شوية زيت زيتونة مع الزبدة، ودايما بأكد عليكم بحب احط زيت مع الزبدة عشان الزبدة بتغمق مع الوقت، وزيت الزيتون عامة بيدي طعم حلو للأكل. قلب ده كده. قوي كده سخنت، مش عايزاها تتحرق يعني، عايزة بس تسخن حاجة بسيطة ونبتدي نشوح مع بعض الرز والفراخ على طول. نبتدي دلوقتي اصدم الفراخ على درجة حرارة عالية. وانا خالية الطعم بتاعها، العظم بتاعها كله مخليها ما فيهاش عظم، علشان عايزاه تستوي على الجريل بسرعه ما تاخدش وقت. بحاول اخليكم تعملوا الحاجه في اسرع وقت عشان ما توقفوش كتير في المطبخ. فاحنا كده مع بعض حطينا الفراخ على الجريل بعد ما تبلناها بكيس بهارات خلطه سبايسي للدجاج الهندي